أبو بكر أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال، وتعلمون مكانة سيدنا أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سيدنا أبو بكر يجي يقول له يا رسول الله مرني، مش انصحني، لا مرني، أصل الأمر الكلام بصيغة الأمر فيه زيادة حرص من الآمر على مصلحة المأمور. يعني لما أنا أأمرك بشيء وأنا بحبك، بأمرك بشيء أنا أحب إنك تعمله أو أحب إنك تبعد عنه. فلما أبو بكر بيقول للنبي مرني بشيء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت، يعني النبي هيقول له خلاصة الكلام، ده حبيبه وصاحبه وصديقه، وما بيقولوش انصحني ولا لا، ده بيقول له مرني بشيء أقوله إذا أمسيت وإذا أصبحت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، ثم قال يا أبا بكر قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت وحين تأخذ مضجعك. كمان حتة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر طلب كلمتين يقولهم في الصبح والمساء، النبي قالهم كمان قولهم وانت رايح تنام، قلها إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا أخذت مضجعك. قال له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.